ايه الفرق بين الغيبة والنميمة؟ بس استنى تعرف ده في الاخر. انت عارف انت ليه بتستمتع بسماع الغيبة والنميمة؟ كم البرامج اللي بتيجي في شهر رمضان اللي قايمة على فضايح الناس والنهش في الاعراض وتسخين الناس على بعض، وانت قاعد بتستمتع بكل اللي بيجرى ده حواليك. غيبة والنميمة؟ من الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة يا جماعة، احنا بقينا بنتكلم على بعض وفي ظهر بعض بنتكلم كلام لا يليق. كلنا جميعا لازم نعلم خطورة الغيبة والنميمة. الغيبة: ذكر أخاك في غيبته بما فيه بما يكره. والنميمة: نقل الكلام من شخص لآخر للإيقاع بينهم. ويقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. خلي بالك الموضوع أكبر مني ومنك، دي ميديا يعني إعلانات وفلوس ومشاهير، بس أنت خلي بالك كونك إن أنت قاعد تسمع لفضايح الناس دي كلها أنت مشارك في الذنب. طب العلاج: رقم واحد تبطل تتفرج على البرامج دي من أصله، رقم اتنين إنك لو تواجدت في مجالس فيها غيبة ونميمة قدامك حلين، يا إما تقول للي بيغتابه ينم ده يبطل غيبة ونميمة، يا إما تسيب المجلس ده وتمشي وملهاش حل تالت. ربنا يصلح حالنا جميعا. القدوس السلام المؤمن المهيمن، الله يفتح عليك، كسبت معانا.